الرزاق يا عبد الله أمرك أن تبحث عن الرزق، وهو سبحانه بعد ذلك هل يوفقك أو لا يوفقك قضاؤه وقدره، لكن البذل لابد أن تبذل. واحد ما عنده وظيفة ويتسول، وش تقول له؟ اطلب الرزق، وما نقصك فاطلب الناس، لكن قبل ذلك فأنت ما بذلت سبب كسب الرزق كالذي يريد أبناء بلا زوجة. لذا أحبابي، بذل السبب مع الثقة في المسبب من أجمل ومن أعظم صفحات الحياة. ونحن نتمايز الآن في التوكل. وقد يقول واحد أنا متوكل. لا، أنت متواكل، والتوكل يختلف عن التواكل. التوكل اعتماد القلب مع بذل السبب، والتواكل معناها ترك السبب بدعوى أن المسبب يكفيه علمه بحالي يغنيني عن سؤالي. يا حبيبنا، وهذه الكلمات فيها ريح التصوف الذي قد يخرج الإنسان من صفاء التوحيد. بعضهم ترك وطنه أو ترك بلده أو ترك أبناءه وترك الوظيفة، وين رايح؟ الله يجزاك خير. قال يا أخي إنه الرزاق ذو القوة المتين. يا حبيبنا صحيح، لكن حبيبك صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة بذل السبب. أمر عليا أن ينام في فراشه، سبب، وأمر أن يخرج من طريق غير الطريق الذي يعرف بطريق الهجرة، سبب، ودخل في الغار واختفى، سبب، وذهب مع الطريق المغاير، سبب، وأسماء تأتي بالطعام، سبب، وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار، سبب، وعبد الله بن أرقد أو أريقط الدليل، سبب. كل هذه أسباب ولا لا؟ كلها أسباب. وبذلها عليه الصلاة والسلام مع أن الله قادر أن ينقله بالبراق، ليس بالناقة، بالبراق. يعني أوصله البيت الأقصى، ما يوصله المدينة بالبراق؟ أوصله وبناقة، وسراقة بن جعشم يلحقه، وآلام حتى يصل إلى الم... إلى... إلى... إلى يثرب التي طابت بدخوله صلى الله عليه وسلم. كل ما بذل كان سبب. تزوج خديجة وهي كبيرة فأنجبت، والزواج سبب وهي كبيرة. وتزوج بالبكر الوحيدة في حياته وما أنجبت، رضي الله عن أمنا عائشة. أسباب. ولذلك أكثر الناس راحة هم الذين يبذلون السبب حتى لا يلامون، ثم ينتظرون المسبب. قد يعطي وقد لا يعطي، وهنا يخرج من التوكل عملا صالحا جديدا، وهو التسليم بالقضاء. يقول العلماء في تعريف التوكل أنه الثقة بما عند الله واليأس فيما في أيدي الناس. هل أنت ذاك العبد التي تبذل السبب ومعك واسطة، وبفلان لابس بشته ما شاء الله، ومعك ورقة توصية، وكلمه قبل أن تذهب إليه، وابن عمة خالة سواد المدير تعرفه، ما في مشكلة، أنت تعرفه، وبذلت أسباب أن تصل إلى صاحب القرار، هل أنت مطمئن إلى السبب أنه يقع بالسبب ما أراده الله لك دون أن تعتمد على الله؟ هذا قدح في التوحيد، وقد يعطيك ويبتليك، وقد ينفع الجاه، لكن يعذبك الله بما سرت فيه. أبذل السبب كله، أبحث عن من يشفع لي، اشفعوا، تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح، لكن مع ثقة العظيمة بالله جل وعلا. ولذلك المتوكلين أكثر عباد الله حمدا، يحمد من قلب، لأنه يعتقد أن النعم كلها من الله. وغير المتوكلين تعال حب خشمك يا شيخ، ويدك ورجلك يا خلاص الله شفعنا له، لا، يعتقد أن النعمة من الشافع. أنت مسكين، أنت والشافع. طبيب ينجح في عملية، هذا عمله، لكن نجاحه في العملية، كل الأطباء في العالم ماذا يقولون؟ سنبذل ما نستطيع. ينبض قلب أبوك ما ينبض قلبنا، هذا ليس مسؤوليتي، إنما هو اعتمادك على الله. ولذلك ضيعنا في الحياة مواقف كنا سنرى فيها ما يدهش عقولنا من نصرة الله لنا، ضيعناه بسبب فقد التوحيد في زمن الكربة. فقدنا التوحيد وضاعت البوصلة، وصرنا نمشي بلا هداية. هو الله
هو الله الذي نحبه غاية الحب ونعظمه غاية التعظيم، هو الذي نتكل عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وليتوكل المتوكلون. ولذلك التوكل أن تيأس بما في أيدي الناس وأن تثق فيما عند الله، ولذلك تأتي نفسك مطمئنة وترى عجائب من نصرة الله لك. كان أهل اليمن، بعض من أهل اليمن يأتون إلى الحج، وكان بعضهم يترك الزاد، يعني لا يأتي بالزاد معه. فلما سألهم الحبيب قالوا نحن المتوكلون، نطلع من بلدنا ما معنى شيء وسيرزقنا الله في الطريق. فأنزل الله، فأمرهم الحبيب بماذا؟ بأخذ الزاد. فقال وهم قادمين للحج، وفد الله، ضيوف الله، مثل بعضهم يجيب نفقة، قال بس وصلني مكة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم يوقف عند مساجد مكة كلها يستعطيهم. الذي يدفع لك لو قل إيمانه هو خير منك، اليد العليا خير من اليد السفلى. اعمل، خذ نفقتك، لا تأتي هنا ضيفا لله إلا معك نفقتك. إلا إن فقدت النفقة، سرقت منك النفقة، كنت مهجرا من أرضك مطرود منها، نعم لك حق على إخوانك، لكن تأتي بقصد أن تسأل. بعض عباد الله يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، حديث صحيح. ولذلك قال الحبيب لمن كانوا لا يأتون بالنفقة، قال التوكل ليس هذا. ثم أنزل الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا الأولى أي تزودوا بزاد الدنيا، وخير الزاد التقوى، أن تحمل في قلبك الإيمان، لكن مع الإيمان احمل معك ما يقيم أودك. يقول الحبيب لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. الذي هداك لهذا هو الذي رزقك هناك، وهو الذي لن يضيعك على أديم الأرض ولا تحتها، ولكن كن صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد. صلي على محمد.